رجعنا مع حضراتكم والفقرة الثانية من البيت الكبير زي ما متعودين، دايما بنفتح ملفات ودايما بنناقش القضايا المثارة حول النشاط الرياضي وبصفة خاصة طبعا كرة القدم في يمكن الساعات الأخيرة، ودايما بيكون معانا ومشرفنا نجم على المستوى النقد الرياضي، ودايما يعني بيكون حلقة أو فقرة ممتعة معاه الأستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي بجريدة الأهرام. أستاذ محمود أهلا بحضرتك. أهلا بك كابتن، دايما بتشرف بيك. مستعد؟ سعيد. مستعد؟ مستعد. عندنا ملفات كتيرة قوي النهاردة طبعا هنبدأها، لكن يمكن الخبر الأكبر شوية موضوع طبعا تأجيل نصف النهائي الأبطال والكونفدرالية، والقرار لسه مش رسمي لكن كل المؤشرات بتقول إن هيكون في تأجيل لنصف النهائي أبطال أفريقيا وكمان الكونفدرالية. عايز أتكلم مع حضرتك في محورين من النقطة دي. المحور الأولاني، شايف ازاي رد النادي الاهلي او يعني النادي الاهلي ايه اللي قاله وايه اللي قرره، والجزء الثاني اذا كان التاجيل هيتم ده في مصلحه النادي الاهلي او في غير مصلحه النادي الاهلي. طبعا هو في ترقب بكره الاجتماع الساعه 2 الظهر او الساعه 12 على ما يبدو، هيبقى فيديو كونفرنس من خلال وجود احمد هنا ومهندس سنه بريده ومجموعه المكتب التنفيذي، بعد يمكن استطلاع راي في الاجتماع السابق اللي حصل فيه. تم استماع لاراء الفرق المشاركه والمتاهله لجوله الحسم في دوري ابطال افريقيا او المتاهله للدوره الرباعيه بالنسبه للكونفدراليه. يعني يمكن وجهه نظر النادي الاهلي اللي اتعرضت انه هو يعني يفضل ان هو تستكمل بنفس المواعيد اللي تم تحديدها، ولكن بناء على الالتماس اللي اتقدم من الاتحاد المغربي لكره القدم بطلب التأجيل بسبب ظروف جائحة كورونا اللي عاد تضرب من جديد في دولة المغرب الشقيق، حتى تم تعليق رحلات الطيران، ربما كان فيها وجهة نظر من النادي الأهلي دي ما بتحتملش يعني انه يعني يكون فيها كلام. ممكن نقدر نتكلم نقول انه في اصابات عند فرقه الوداد ممكن، لكن مش ما اعتقدش انه ده السبب. يعني برضو كون الجهه الرسميه تتقدم بهذا الطلب والدوله تقفل حدودها ويبقى في حاله كده، برضو الامور بتبقى محتاجه لنظره اخرى للعلاقه ويعني الود والاحترام والمنافسه والرياضه، يعني مش هي كل حاجه يعني، لكن اللي يسبقها. وخلي بالك استاذ محمود، ناس ثانيه او يعني في وجهه نظر ثانيه او ناس طلعت تقول الله، والنادي الاهلي دلوقتي بيقول لك ماشي ناجل علشان في اخوه عندهم مشاكل. طب ليه كان موقف النادي الاهلي ان الدوري لازم يرجع رغم ان كان فيه موجود بعض الاصابات؟ في ناس بتلعب في الحته ديت او بتحاول تخش او تشكك في قرار النادي الاهلي انه لا. فحضرتك شايف النقطه دي ازاي؟ او يعني هنناقشها مع بعض يعني. طب هو انت هو النادي الاهلي صاحب قرار عوده الرياضه الحياه للرياضه ولا قرار الدوله؟ ده قرار الدوله اكيد. قرار الدوله. طيب النتائج والمكسب ايه؟ مش احنا استفدنا برضو من عوده الدوله؟ مش التصريحات طلعت كده؟ احنا استفدنا وكسبنا الاهلي؟ مش ايه يعني كان ده الهدف وخلاص بالنسبه لنا، كان اهم حاجه بالنسبه لنا كسبنا الاهلي وكسبنا بيراميدز. ده الكلام اللي بيتقال يعني، عارف انت الكلام اللي مش مبني على رجلين، ان انا بدور بس على ان انا بلعب على الترند وجمهور ده كلام ما يصحش يتقال. الاهلي بتحكمه حاجات مضايقه ناس كتير، لما تقول له الاهلي بتحكمه مبادئ وقيم يقعد يتريق عليها. ليه؟ لان هو ما اتعودش على انه مبادئ وقيم عنده، يعني ما شافهاش، يعني مش موجوده عنده. فانت مضايقك فانا بقعد ايه يعني اقلل منها واسخف منها واتصرف واقول كلام ملهوش منطق وكلام بعيد جدا عن الاعلام وكلام بعيد جدا يزيد التعصب وكلام يخرج عن المنطق وعن الادب وعن الاحترام. يعني الامر المفروض من الامور ما تصلش بينا الى هذا الحد، في المفروض يبقى في احترام متبادل يا كابتن. وكمان لازم النظره توصل برضه يا استاذ محمود انه دايما قرارات النادي الاهلي مش على المستوى المحلي، لا ده بيكون ليها تبعيات على مستوى العلاقات بالدول، لان النادي الاهلي مؤسسه ومؤسسه كبيره جدا. فقرار زي دوت هو ممكن جدا لو النادي الاهلي خد قرار مختلف شويه ممكن ياثر بالسلب على علاقات دول. احنا انت فاكر مباراه مثلا، يعني عشان الناس برضه تفهم، في مباراه كره القدم بتعمل مشاكل كتيره على مستوى الدول. احنا كلنا فاكرين مباراه مصر مثلا والجزائر والعلاقه كانت في فتره من الفترات مباراه مصر والمغرب. مباراه مصر والمغرب يعني في 97 عملت ازمه عشان جمله اتقالت صحيح في مباراه القاهره هنا من احد المعلقين انه عبور المغرب هو عبور لكذا، وتم تفسيرها يعني عايز اقول لك ربما من الكلمات قبور مظبوط تقتل.
كلمات قاتله ربما دي المسؤوليه يعني. ربما قائلها لا يقصد ذلك او خانه التوفيق في فالنطق بها، ولكن هناك من يتربص وينتظر ليكتب ويقول ويبرر ويعلن ويعلي وتدخل في منطقه انت لا يعني لا اعتقد انه كان الهدف منها انه يقال في هذا التوقيت. الاهلي لو افترضنا انه الاهلي رفض والزمالك رفض وبيراميدز رفض خلاص، والمغرب عندها ازمه حقيقيه، جه الاتحاد الافريقي قال لا هنأجل، موقفك ايه؟ هيأجل يبقى من صاحب القرار اكيد الاتحاد الافريقي اللي هو المنظم طبعا. طيب هل المغرب قفلت كده جيل الوداد هو اللي قدم ولا الاتحاد كره القدم المغربي؟ اتحاد كره القدم المغربي هو اللي طلب، فبنظره اعتقد هي الافضل بعيد عن بحث عن دور بطوله يعني او بعيد بس يعني كلام الاهلي نفضل انها تتلعب في توقيتها، لكن طالما ان هناك طلب من الاشقاء في المغرب من اتحاد الكره وجود ازمه في المغرب قفلت الحدود وفي ازمه في مناطق تم قفلها وحظر تجوال، اعتقد الرساله واضحه ومن الاقدر ومن الاولى بعيد عن العنجهيه والبحث عن دور او التقليل من ادوار الاخرين، لا كان يبقى في موقف حتى لو قلنا انه اصل دي يعني هندخلها في جمله هنقول يا عم الجانب الاخر اصله الوداد عنده اصابات، طب ما هو الوداد هيلعب مع الاهلي الرجاء ما عندوش اصابات فرقته جاهزه مثلا لو افترضنا في هذا. وبعدين المباريات الكبرى اللي زي دي بتبقى يعني قيمتها واهميتها في انه حاله فريقك يوم المباراه عامل شكله ايه، التوفيق وعدم التوفيق ده طبعا انت يعني دي حاجات دي في الكوره، لكن قرار انا شايفه ايجابي من النادي الاهلي مساند للاشقاء في المغرب، العلاقه بينه وبين المغرب علاقة ود واحترام متبادل، علاقة مش أشقاء، علاقة أخوة، أعتقد مش مباراة كرة قدم اللي هتعمل لنا مشكلة، برضو هنحترم الآراء التانية أو سواء آراء نادي الزمالك أو آراء بيراميدز، كل واحد دي وجهة نظر بيفضل بيدور في مصلحته، أيضا آراء تحترم، ولكن القرار النهائي هيكون في الاجتماع باكر إن شاء الله، وهيتم من خلاله حسم هل المواعيد ايه هيبقى شكلها في 15 و16 المواعيد المقترحه ذهاب وعوده 25 26 وفاينل 6 نوفمبر، دي كل الامور مقترحه ما تعرفش ممكن يتم تعديل ادخال تعديل عليها ممكن يتم تبديله فيه، يقول لك طب نبدا طب الدوري ابطال البطوله الجديده تبدا في نص منتصف نوفمبر، طب نبدا وبعد طب نكمل الثانيه بعدين، يعني عاوز اقول لك ايه هو لسه في كل ده هيحسم بكره يعني. طبعا كل المؤشرات بتقول ان في تاجيل، هي مواعيد زي ما بنتكلم مع حضرتك قلت ممكن جدا المواعيد تبقى 23 و24 اكتوبر والفاينل ممكن يتعمل 31 او 6 نوفمبر، كل المواعيد دي ان شاء الله هتتحدد. هو كابتن هو الملاحظ جزئيه ان احنا دلوقتي بدانا نتابع بامانه شديده، وده عاوز اقول لكل المتنافسين هنا في القاهره يقعدوا يفكروا شويه، بدانا نتابع اخبار الكاف من خلال الصحافه المغربيه، يعني كل ما تريد ان تبحث عن معلومه او خبر او قرار عليك ان تتابع، لم تعد القاهره هي مصدر البحث عن معلومه، لم يعد لك شيء في الاتحاد الافريقي، لم يعد لك شيء الان الاتحاد الافريقي ده كلام خطير لا يعني لم يعد لك شيء دايما ده مقر الاتحاد الافريقي رغم في قلب رغم المقر هنا يعني. لكن شوف حضرتك النائب الاول السيد فوزي لقجع ده رئيس نهضه بركان، السكرتير العام عبد المنعم بقى مكان السكرتير المقال ماشي والمستقيل، اين انت؟ تم ابعاد اغلب الموظفين المصريين من الاتحاد الافريقي، ارتاحت الناس بعد ما قعدنا بقى مصطفى فهمي وعمرو فهمي والكلام الغير حقيقي والكلام التدليس والضحك على الجمهور واللعب صحيح. بكلام مش منطقي وتزوير وتشويه الحقائق الناس كانت بتشتغل لمصلحه مصر عامه يعني بس كله ده الناس اعتقدت يعني عارف انت ايه الناس دي هتتحاسب، ربنا هو اللي هيحاسبها على كلام مش حقيقي مش موجود ما يصحش، ادينا مين اللي خسر في النهايه؟ خسرت مصر مش موجود المهندس هنا بريدي وهنا بريده يعني دلوقتي راجل بيحافظ على مكانه موقفه وتدخلاته تبقى بحساب ماشي، لم تعد لك اليد الطوله ولا القوه في الاتحاد الافريقي وايضا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ماشي، بص احمد عمل ايه؟ فرغ الاتحاد الافريقي من المصريين، شوف حجم الناس اللي تم ابعادهم في كل الاماكن الموجوده جوه ما عادش عندك ما عادش مش موجود ما هو ده دور علينا كمان ما انا بكلمك بقول لحضرتك انت دور على حضرتك انك ناقد ويعني وصحفي كبير انك تشير للنقطه ديت لان احنا بنتكلم على حاجه مهمه جدا مش السيطره على الاتحاد الافريقي، محدش بيسيطر على الاتحاد الافريقي لكن
التواجد داخل جدران الاتحاد الافريقي لازم يكون في تواجد، والتواجد كان في اوقات كتيره كنا احنا الاكثر تواجدا واكثر ايجابيه داخل الاتحاد الافريقي. ده مش هيعود ان احنا بناخد حاجه مميزه عن الدول الثانيه عشان بس الناس ما تفهمش غلط، لكن دايما عندك الداتا ودايما عندك المواد الصحيحه ودايما بتتدخل بشكل رسمي في اوقات، لان اليوم بيفرق، يعني اليوم بيفرق والتدخل السريع يفرق في قرار ممكن جدا يكون في مصلحه الكره المصريه او ضد مصلحه الكره المصريه. فده يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه نشوف تاني. يعني انت بتتكلم على نقطه مهمه جدا ان احنا لازم يكون ليها. طب عاوز اقول لك حاجه، يعني بص، ظلت الصحافه المغربيه شيطنت الاتحاد الافريقي ووجود المصريين فيه ونجحت في ان ايه؟ كسرت الباب، واستطاعت انه تم ابعاد وتفنن احمد في ابعاد المصريين الموجودين في الاتحاد الافريقي. انا بطالب مهندس بريدة انه لابد كل موقف، وهنا بريدة عمل كتير جدا ويستطيع ان يعمل طبعا. فهو مطالب بامانه شديده، لا يجوز ان نصمت وان نترك الساحه بهذه الصوره. الوجود يا جماعه مش معنى انه هيديك ميزه في بطوله، كل الكلام ده لا يمكن يحصل، ان خلاص في عيون وفي ناس بتتابع الامر، يعني مع مصر ما بيحصلش، لكن مع ناس تانية يحصل. يعني مثلا فوز الترجي بدوري ابطال افريقيا في النسخه الاخيره كان قرار فج وقرار صعب جدا، وتم يعني نهانه رئيس الاتحاد الافريقي ولم يستطيع ان ياخذ قرار، وفي الاخر تم منح اللقب في ظل غياب الفار وحكم قراراته ظالمه، ها ماشي، وظلم الوداد في البطوله دي. الكل بيقول لك ايه ده، ادوا بعض انه هيعودوه. لا، هو احنا بنلعب في مركز شباب، ما خدش البطوله فاتت نديك البطوله الثانيه. لا، دي مباراه 90 دقيقه والحكم هيتشاف والناس هتبقى عارفه من نظام التحكيم اللي جاي. اهم حاجه انك انت ما تزرعش في نفسك حاله من الخوف والفزع وعدم الثقه في لعيبتك. لازم يكون لعيبتك حاضرين، دي مباريات البطولات الكبرى، دي المباريات اللي بتبقى حاضر فيها شخصيه اللاعب القوي والفني والجهاز الفني القوي اللي دارس اللي عارف. ممكن انه احنا على المستوى، لا محتاجين بعد نهاية دورة أبطال أفريقيا دي محتاجين وقفة من المهندس هاني أبو دريدة، محتاجين فعلا يبقى في قعدة، محتاجين نشوف عدم التخلي والتراجع الواضح ده مش في صالح الكرة مش المصرية. صالح الكرة المصرية. وكمان هتكلم في جزئية أخيرة في الجزء ده، إنك لازم كمان تعمل كوادر، ما ده خلي بالك ده مهم جدا، ما هو ده المطلوب، إنك تصنع كوادر. الباشمهندس هاني أبو دريدة على مر تاريخ كبير جدا على مستوى الاتحاد الأفريقي الدولي كان بيقف وبيساعد مصر بشكل يمكن ناس تعرفه وناس ما تعرفوش، لكن كمان احنا محتاجين كوادر، ان يكون عندك كوادر طالعه على المستوى الاداري كويسه جدا، يكون موجوده او تترشح انها تشتغل في الاتحاد الافريقي. الكلام دوت في بعض الدول الثانيه زي ما حضرتك بتقول بتسبقنا فيه وبيخشوا مناصب مميزه جدا. لا طبعا. لكن دايما بنقول ان تاني مش معنى ان احنا موجودين ان هيكون في ميزه، لكن تواجدك داخل الاتحاد الافريقي ده قوه ليك وميزه ليك، انك زي ما بتقول ان تحديد كوادر وخبرات بتكتسب خبرات كبيره عندك جدا ناس، ويكون عندك صوت عندك ناس عندها خبراتها وبتتعلم، وبعدين دي خطوه من الكاف للفيفا. انت لازم بقى يعني متواجد بشكل مستمر على في الهيئات الدوليه، ده شيء بيبقى اضافه لمصر طبعا. خلاص بتبقى موجود، يبقى صوتك واصل، يبقى صحيح. ليك هدف بتوصله، يبقى عندك مشكله بتعرف تحلها. لكن مساله ان انا اتراجع واترك الامر بهذه الصوره، مش بتكلم انا على الاخوه المغاربه ان هم هيعملوا كل ما، لا، بس عاوز اقول لك ما يصحش المقر في بلدي ويتم تصفيه المصريين بهذه الصوره في حاله الصمت الرهيبه. لا يا جماعه، لا، اعتقد انه محتاجه فعلا وقفه مع السيد احمد، رغم ان الانتخابات جايه في مارس وما تعرفش مين اللي هيترشح ومين اللي هتقف مع مين ومين اللي ممكن الناس تتفاجئ بيه. اكيد الجوله في الايام اللي جايه دي هيبقى في كلام على الانتخابات، هتبقى في موريتانيا ولا تبنى لها الاثيوبيا، كل ده كلام يعني موجود، لكن اتحاد افريقي مصر هي اللي عملته. الاتحاد الافريقي مصر هي يعني هي اللي استضافته، وهي الاساس، والعلاقه مصر افريقيه، مصر دوله افريقيه، بوابتها للعالميه هي افريقيا. ده حقيقي، ده ماشي حقيقي. فاعتقد من حقنا ان احنا نحافظ على ايه؟ وجودنا، ومن حقنا ان احنا نقدم كوادر جديده يا جماعه، بعيدا عن التعصب، بعيدا عن اطلاعوا من مساله الاهلي والزمالك، كل واحد يركز، يعني مصلحه البلد الاهم في لحظات لابد يبقى في مصلحه البلد فيها اهم، ووقفه محتاجه من الجميع. مساله الصراع اللي حاصل والداخل وتركين الساحه كده وكله بيتفرج وبيضحك علينا، لازم تبقوا واخدين بالكم من اللقطه دي. مهم جدا ان احنا نفكر ازاي نعود للاتحاد الافريقي، وده دورنا هنا في البيت الكبير، وده دورنا هنا في البيت الكبير. رغم زي ما بتقول الاعلام الرياضي بشكل عام بيبقى فيه مشكله وفي تشويش وفي
وجهات نظر ممكن تضر الصالح العام ما تفيدش، فاحنا دورنا هنا في البيت الكبير والنقاش مع حضرتك ومع ضيوفنا الكرام دايما بنطلع بنثير القضايا، وفي نفس الوقت احنا كمان بنتكلم على حلول. على فكره بالنسبه للقبل النهائي يمكن بعض التقارير بتقول ان هو هيبقى مباراه الذهاب 16 او 17 اكتوبر والعوده 23 و24 والنهائي هيكون يوم 6 نوفمبر ان شاء الله. نيجي على الجانب الفني، وهل استفاده يعني النادي الاهلي ونتكلم كمان على نادي الزمالك هيستفيد من التاجيل دوت، ولا انت شايف ان اقامه المباراه كانت في موعدها 24 و25 سبتمبر كانت هتبقى افيد للنادي الاهلي؟ بص حضرتك، الحديث عن الشق الفني ده بيبقى يعني المدير الفني هو الاقدر بيه، لكن انا اكلمك على اللي انا شايفه. بالظبط. النهارده كارتيرون مثلا عامل تصريح بيقول التاجيل كارثه. كارثه؟ بيقول كارثه بالنسبه لنا، احنا وصلنا لقمه التوب بدنيا وعاملين نتائج هايله وجاهزين لمواجهه اي حد. التاجيل بالنسبه لنا ممكن يضرنا، ده وجهه نظره هو اللي قايلها الراجل. فايدر اعتقد مش هيتكلم ويقول وجهه نظره، لكن انا ما كمتابع وشايف، انا شايف انه التاجيل في ظل حجم الاصابات الرهيب اللي بيعاني منه النادي الاهلي، سوء الحظ في كثره الغيابات المتتاليه اللي مش مفهومه، مش يعني مش عارف مش يعني مش لاقي تعبير، عاوز اقول لك عاوزين ندور لها على حل. يعني حل في على مدار اكتر من سنه والتانية اللعيبه بتصاب بصوره، يعني مباراه واثنين وتدريب واثنين، وفي ناس غايبه خايفه عند عدم الثقه، يعني دي في مشكله غريبه كده، يعني في سوء يعني حظ، في عدم توفيق، لكن دي كلها اختبارات وابتلاءات من ربنا سبحانه وتعالى. اعتقد انه ان شاء الله يستطيع الفريق ان هو يتجاوزها ويطلع منها. التاجيل بيديك فرصه انك تلتقط الانفاس، عندك انك انت انك تنهي مسابقه الدوري مبكرا 8 نقاط، في عندك 3 مباريات، عندك مباراتين في اسكندريه متتاليتين، يعني ان شاء الله التوفيق يكون حليف الفريق فيهم برضو. تنهي يعني انت ممكن تنهي الدوري في ماتش الاسماعيلي والاتحاد رغم مباراتين صعبتين جدا، والمنافسه هتبقى مباراه، هيبقى لقاء يعني من اللقاءات اللي هتبان فيها قدرات اللعيبه. هنتكلم على اللقاء ده، لكن انا من وجهه نظري كمان اعتقد التاجيل ده كمان طوق نجاه للاتحاد المصري او للجنه الخماسيه. ليه؟ احنا فاكرين الاسبوع اللي فات ان الاتحاد الافريقي قال ان يوم 20 اكتوبر لازم تكون القوائم او الانديه لازم تكون مبعوثه. فانت عندك فرصه كبيره، الناس ما بتفكرش برضو، يعني الناس زي ما بقول لك هي مجرد هجوم على النادي الاهلي ومجرد تشكيك في قرارات النادي الاهلي. انت لو تفكر بعقلانيه كده ده انت عندك فرصه من ذهب بالنسبه للجنه الخماسيه، انك خلال الفتره ديت انت ممكن تلعب يعني حتى لو مباراه 16 و17 اكتوبر، اعتقد الفتره اللي كان هيبقى فيها توقف انت ممكن جدا تلعب مسابقاتك او الدوري يضغط اكتر، مش هو مضغوط لكن هتبقى عندك فرصه كبيره جدا وفرصه يعني تتعدى 90% انك تحدد قبل 20 اكتوبر الاربع فرق، يعني النادي الاهلي طبعا ان شاء الله البطل، تحدد الثلاث فرق اللي هيلعبوا الكونفدراليه، يمكن الفريق الرابع هيلعب بطوله عربيه، لكن ويحدد كمان مين الهابط. فدي فرصه من ذهب انك كمان تبص للمصلحه العامه، لا دي فرصه ان لو الموضوع اتاجل على المستوى الفني انت عندنا اصابات ممكن ترجع بشكل كويس، انا بتكلم على الاهلي والزمالك كمان، النادي الزمالك عنده كمان ممكن يستعد بشكل من خلال بطوله الدوري ويستعد بشكل افضل. على المستوى بقى المصلحه العامه لا، انت ممكن جدا اتحاد الكوره يبقى يوصل قبل 20 اكتوبر وانت خلاص انت موفق اوضاعك والامور واضحه خلاص. يعني اما هو يعني في حاجه يعني احنا نوضحها، انه من اتحاد الكوره تم اخذ رايه في الموضوع وانا موافق على مساله التاجيل، يعني انا في الصريح ان انا ممكن انهي المسابقه واريح كمان دماغي من مساله القوائم، وادي الدنيا الصوره واضحه بالنسبه لي مين واحد يعني واحد واثنين وثلاثه واربعه بقى خلاص عرفت مين الترتيب، بدل ما انتظر واحط مثلا مش عارف ايه رقم مش او علامه انا منتظر يبان من الثاني والثالث والرابع والكلام ده. فاعتقد برضو اتحاد الكوره برضو فكر في هذا التفكير وشاف انه في صالح العام. طب يعني ايه، مش عاوز اقول لك نعكس الامور، ولو الامور حصلت عندنا هنا يعني واتطورت زي المغرب، هل هتستطيع انك انت تروح المغرب؟ كنت تقول لك ان انا كان ممكن يعني انت هتقول ان طلبت يا جماعه عاوزين ناجل، هيقول المغرب تقول لك لا، ما اعتقدش هتقول لك لا، يعني اعتقد ان الامر بيبقى علاقات، الامر هتبقى مساله علاقات وتحليه. ليه لما المغرب قالت ان انا مش هقدر انظم كاس الامم الافريقيه
الذي تصدى للمشهد هي مصر. صحيح. وقدمت واحدة من أروع البطولات تنظيما، ملاعب، رغم أنها خسرت البطولة على ملعبها، لكن الهدف النهائي كانت إيه؟ كان فاز بها منتخب شقيق وهو الجزائر، وكنا في حاجة أن الجزائر تفوز عشان ننتهي حالة الشد والجذب ونبين حجم العلاقة اللي بيننا وبين الجزائر، وأن أكبر مباراة كرة قدم علاقة شعبين، مهما يكن مهما يحدث مهما يعكرها مصف، لكن في الأساس العلاقات لها جذور، والجزائر قصة حب وعشق بين مصر والجزائر لا نستطيع أن احنا نقولها دلوقتي. فأعتقد أنه الـ 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 الأمور دي الاتحاد المصري برضو لما أبدأ موافقة على الكلام ده ما خدش الكلام ده كده من دماغه، برضو عاوز برضو فكر في الجزئية دي أعتقد، وأنه شافها فرصة أن احنا إيه يبقى الدوري حسم واتضحت الملامح يعني وخلاص كده يبقى الشكل واضح وخلاص إيه، برضو التأجيل برضو مساندة للأخوة في المغرب إن شاء الله حتى يتجاوزوا المحنة دي بإذن الله. يعني طبعا القرار أعتقد من جميع الجوانب قرار يعني إيجابي، يمكن زي ما بيقولوا كده يعني الأقدار بتلعب دورها علشان توفيق الأوضاع بالنسبة للقوائم اللي هتبقى أو الأندية اللي هتمثلنا على البطولة الأفريقية والكونفدرالية السنة الجاية، الدوري يخلص بشكل مناسب، فكل دي كمان النادي الأهلي ونادي الزمالك استعدوا بشكل أفضل، فكل ده شيء إيجابي. طب انا هتنقل لحضرتك سريعا كده للدوري والماتشين القريبين قوي، الاهلي امام الاسماعيلي ان شاء الله يوم الجمعه، وبعديها بثلاث ايام يوم الاثنين امام الاتحاد السكندري. شايف خاصه مباراه الاسماعيلي بيبقى ليها طابع خاص، شايفها ازاي؟ هو ممكن نعمل عنوان هل تكون يعني انا اكون برج عرب يعني شاهد على تتويج الاهلي، يعني التتويج الرسمي الفوز في مباراتين هي خلاص الاهلي محتاج نقطتين على المباراتين في غايه الصعوبه النهارده، حتى يعني النادي الاسماعيلي بينظر لمباراه الاهلي ببطوله خاصه، وكم تمثل مباراه الاسماعيلي جمال الاسماعيلي شيء، يعني الفوز على الاهلي شيء وكل شيء في الدوري حاجه تانية. يعني لما تعمل نتيجه السنه اللي فاتت مثلا تعادل مثلا 1-1 في اعتقد في بهدف عاوز افتكر بس هدف التعادل والاهلي تعادل في الماتش ده، مباراه خاصه مباراة حتى على مستوى المعنوي، مباراه على بقول لك اهو مباراه الاسماعيلي هتشوف فريق تاني، يعني هتشوف فريق حماس وكفاءات خاصه في تحفيز. ريكاردو اعتقد وصل بس ممكن يقود المباراه كابتن احمد عجوز المدرب العام مع كابتن محمد حمص، لا هتشوف مباراه مختلفه. عشان كده اعتقد كمان الاهلي مش هي يعني عارف قيمه المباراه واهميتها بالنسبه له، وعارف مباراته دايما مع الاسماعيلي بيبقى فيها شد وجذب ومباراه مثيره وفيها كره قدم، فاعتقد ان المنافسه بين الفرقتين مش عاوز اقول لك الفرق مثلا بين الاول والثامن او السابع، لا مش هتبقى كده، هتبقى مباراه في الملعب، مباراه بطوله خاصه، يعني دايما احنا كنا بنسميها القمه الثانيه، يعني بعد القمه الاولى بين الاهلي والزمالك كانت القمه الثانيه والاكثر جماهيريه وشعبيه هي مباراه الاهلي والاسماعيلي، مباراه دايما بتحفى بالاثاره والمتعه والقوه، فاعتقد هنشوف مباراه كبيره جدا. برضو من الاختبارات المهمه الفايلر، ان برضو هتلاعب فريق برضو مهما يعني كنت تعرض لكبوات لكن رجالك من مباراه 4-1 مع فريق مصر هتشوف حاجه مختلفه جدا، في هيحاول يبرهن على قوته هيحاول يبرهن ان هو هيعرف يلعب قدام الاهلي، فاعتقد ان هتشوف ايه مباراه مميزه مباراه مثيره حتى اللحظات الاخيره، فاعتقد ان الاهلي لازم يكون حاضر بقوه اذا ما اراد حسم مسابقه الدوري مبكرا، وانه ان يكون يعني في مواجهه الفريق الاسماعيلي كل واحد عنده غياباته، لكن دي مباراه يعني نتيجتها ما تعرفش توقعها، لكن هيبقى في فرق بقى في التفاصيل الصغيرة في الفروق الفردية في التنفيذ بعد الجمل، يعني ازاي امتى تخلص المباراة، التفاصيل الصغيرة دي كمان يمكن شفناها، وكنت لسه بتكلم على الروتيشن اللي بيعمله فايلر في النادي الاهلي، ان يعني يمكن المباراة اللي قبل اللي فاتت كان يمكن اجاي شوية ما كانش ظهر بمستوى جيد، مجدي قفشة كان فيه تعب شوية، فمجرد الروتيشن وريحهم ونزل الشوط الثاني المباراة اللي فاتت امام حرس الحدود كان في تحس ان في روح جديده حصلت، ان في زي ما بيقولوا كده سكند سبيريت، الروح الثانيه اللي هو قامت في النادي الاهلي بنزول الثلاثه دول وليد سليمان اجاييه ومجدي قفشه عملوا شكل جيد اخر ربع ساعه فالامور كمان انا شايف ان فايلر بياخد المباراتين باكج واحده، مباراه الاسماعيلي واسكندريه هم خلاص قاعدين في اسكندريه للماتشين طبعا يعني معسكر هناك مغلق للمباراتين، وبالتالي هو واخد المباراتين باكج، فانا في اعتقادي هنشوف روتيشن شويه، يعني ممكن جدا اللي هيبدا مباراه الاسماعيلي مش بالاولى يبدا مباراه الاتحاد وهكذا، يعني التوليفه ديت
ممكن شايفها ازاي؟ هيبدا يعني انت هتلاحظ ان مباراه الاول انتهت 1-0 بهدف وليد سليمان. وليد سليمان بعد جمله يعني بعد الاهلي اضاع عدد من الفرص والاسماعيلي اهدر، لكن الاهلي اهدر كميه فرص، وكان وقتها بقى الفرقه في عز التركيز بقى والسرعه والقوه والكلام ده، رغم ذلك الاهلي هدف وحيد. المباراه بتاعت السنه اللي فاتت هي كريم بامبو اللي هو ايه؟ ها؟ اللي هو تعادل الاهلي، تعادل في الاهلي كان فايز وكريم تعادل في الوقت المهم بالنسبه للاسماعيلي. فاعتقد انه المباراه دي هتبقى يعني ايه؟ مرتبطه بالاسماعيلي. انا بتكلم في نقطه ان هو ممكن جدا هو عامل سيناريو للماتشين، انا ممكن هبدا مباراه الاسماعيلي بشكل معين. انا حاسس ان هو يعني حاسس انه دي من المباريات اللي هتبين برضو جاهزيه الفريق وتفكير فايلو. انت هتلعب مع فريق كوره يعني بتعرف تلعب معاك، هتواجه فرقه عندها حماس. يعني انا بقولها لك اهو، يعني احنا عارفين انه الاسماعيليه بالنسبه يعني في الاهلي في المباراه دي بتبقى حلو. اه طبعا الناس كلها مستنيه المباراه، مستنيه دي. المباراه تبقى من المباريات المهمه اللي هتحظى باهتمام ومتابعه. اعتقد انه هو ممكن يبدا، هل هيبدا بالتشكيل اللي انهى به المباراه؟ مباراه الحرس؟ يعني هل ممكن يبقى عندك فكره ان هو مثلا يقول لك اخلص المباراه بدري، ولا هيبدا يلعب بنفس الطريقه ويلعب باثنين راس حرب ولا باربعه اربعه اثنين؟ برضو اعتقد هيبقى عنده حسابات، لان مثلا عندك عبد الرحمن المجدي في الناحيه الشمال بتاعت الاسماعيلي هي يمين بتاعتك، برضو هيبقى في ضغط على علي معلول، برضو عندك تحركات برضو تشولونجو مش عارف ايه، عندك في نص الملعب مش عارف يعني، برضو اكيد هو في هتبقى في جبهات في الاسماعيلي. هو طبعا اكيد هيكون عنده هدف ازاي يوقف الكلام ده، وازاي يبدا بقى يبني قدام الهجمه، ازاي يخلص الماتش. يعني الماتش اللي زي ده بعتقد حسمه في الشوط الاول هيكون من الافضل، يعني ايه انك تفرض سيطرتك وتنهي الماتش مبكرا افضل من ان تنتظر وتؤجله الى الشوط الثاني، لانك لا تستطيع ان تنتظر ماذا يفعل المنافس. المنافس عنده طموح، هيبقى عنده هدف انه كمان مهدد في موقف في المركز الثامن، فوز يساوي عنده 6 نقاط طبعا، غير الدفع المعنويه ويعني استقام الافراح في حاله يعني حدوث مثلا مثل هذه النتيجه. فاعتقد انه فايلا هيلعب مباراه برضو بمنطق انه هو ان يحصل على 3 نقاط، ده هيكون محتاج تركيز شديد، محتاج كمان يعني ايه الدفاع يكون برضو في حاله جيده. وبنتكلم على زي ما بقول، يمكن انا في اعتقادي ان بايلر مهتم جدا بالماتشين دول، 6 نقاط مهمه جدا، واخدهم باكج واحد، بمعنى على المستوى الفني هو اوريدي دلوقتي محضر السيناريو بتاع مباراه الاسماعيلي بشكل، وكمان بيفكر بعديها ب3 ايام. فالجزء الروتيشن اللي كنت بتكلم عليه مش بالضروري يبدا بنفس الناس اللي نهوا المباراه اللي فاتت. اه طبعا لكن ممكن يعمل على حسب كمان، يعني الناس تعرف ان على حسب حاله اللعيب، وده اللي بيشوف المدرب القريب منه حاله اللعيب. ابدا بقفشه المباراه ديت ولا ابدا لا نخلي قفشه ينزل اخر نص ساعه؟ طب ابدا بوليد سليمان، وليد سليمان ناهي بشكل كويس جدا، فممكن ابدا بيه الشوط الاولاني، ولو حسيت انه تعب شويه لا ممكن يكون في تغيير. كل الحاجات الفنيه دي هو بيفكر كمان في المباراه اللي بعديها مباراه الاتحاد. لكن اجماليا انا شايف ان هنستمتع بماتش الاهلي والاسماعيلي. يعني مباراة يعني ان شاء الله تكون الاهلي يكسب طبعا، لكن طبعًا يعني الحاله بتاعت اللعيبه برضو والمدير الفني هيبقى له دور في حسم المباراه. المباراه هتبقى قوية جدا بحسابات مختلفة، هتحسمها الفرص القليلة اللي هيستفيد منها كل فريق، لأنه هيبقى برضه في شد وجذب بين الفرقتين وصراع، وفي شحن، في شحن. خلي بالك مش المسألة يعني إيه انزل، لازم يعني إيه تلقى فرقة يعني دي برضه تديك المقياس، القدرة، التحمل في الملعب، الدفاع. ما دي من المباريات برضه اللي تبقى مباريات الاعداد القويه. صحيح. لافريقيا. صحيح. يعني برضه بتواجه فرقه مهما يكن تعرض للاسماعيلي فهو في الاساس فرقه كوره. بيجي في الماتشات الكبيره سجيت بتلاحظ بيتغير، خاصه مع الاهلي. دائما عندما يتواجه البطل بيبقى حساباتك مختلفه. طبعا اكيد. ماشي، لان الفوز ليس فوز على البطل مش ب3 نقاط، باكثر من 3 نقاط، والدفع المعنويه والحسابات وكلام تاني ده بيخلي برضه اللعيبه انه ايه الناس كلها شايفاني.
هلعب مع الاهلي، فلازم يكون عندي حسابات. لو عملت النتيجه اللي انا عايزها هيبقى رد فعل. اعتقد ان كل الحسابات دي موجوده عند فايلر، وعارف هو لعب مع الاسماعيلي وشاف طريقه لعبه، فاعتقد ان المباراه هتبقى ايه الفريق الاكثر هدوءا هو الاقرب للفوز ان شاء الله. طب نخرجك شويه بره النواحي الفنيه بس هنرجع لها تاني ونخش على جزئيه اداريه شويه. وشفت ازاي طبعا احاله القضيه بتاعت ضياع الكؤوس والميداليات للنائب العام اللي حولها لل نيابة الأموال العامة. شايف السيركل ده ازاي أو الدايرة دي ازاي، وإيه توقعاتك للخروج، النتائج اللي ممكن نخرج بيها يعني؟ طب هو السؤال لماذا الآن؟ ليه الآن اتفتح الموضوع ده؟ طب قول لنا يعني أنت وجهة نظرك. أنا بسأل ليه اتفتح الموضوع ده دلوقتي؟ طب هل الكؤوس دي سرقت دلوقتي؟ يعني مثلا معلش اختفت دلوقتي؟ لا ما اختفتش دلوقتي، ده هو بيقول لك من 2013. العنوان الرئيسي للموضوع ده هو صراع ما بين المجلس القديم واللجنه الخماسيه، او فسرها ما بين هنا بوريده وبين اللجنه الخماسيه. صراع ما بين اللجنه الخماسيه والبشمهندس هاني بوريده. بين الاثنين يعني في صراع بين الاثنين واضح. ايه بقى نتيجه الموضوع؟ ايه بقى الموضوع الصراع؟ على ما يبدو في اتهامات انه احد المقربين من هاني سرب خطاب الفيفا البطاله في اللجنه الخماسيه باجراء الانتخابات وكذا وكذا وكذا. الخطاب ده جه ومحدش يعرفه، تم تسريبه للاعلام. الخطاب الموجه من الفيفا للجنه الخماسيه ان لازم يكون لازم الانتخابات تبقى في نوفمبر والكلام ده بالظبط. تم الخطاب ده وصل منه نسخه، هم الكلام اللي هو بيتقال اللي هم بيقولوه مش احنا اللي بنقوله، انه تم تسريب الخطاب ده للاعلام وانه اهو طب يا جماعه الناس دي لازم تمشي، بتعمل ايه قاعده ليه والكلام ده. اللجنه الخماسيه ماشيه متبعه مع مين؟ مع اللجنه الاولمبيه. قال اللجنه الاولمبيه لازم نطبق القانون المصري، يعني مفيش حاجه اسمها انتخابات في نوفمبر، لا مكملين والانتخابات ايه؟ هتبقى مع الدوره الاولمبيه. بعد الدوره الاولمبيه خلاص. الاولمبيه بتتكلم وطلع رئيس اللجنه الاولمبيه واتكلم واتكلم وقال لك لا احنا لازم نحترم القانون بتاعنا وبتاع، مفيش حاجه اسمها اتحاد يجي لمده سنه والامور تمشي ولا بس دي لجنه مؤقته من الفيفا. من الفيفا مين اللي بيساندها حضرتك؟ اللجنه الاولمبيه ما حضرتك خلاص قال لك انت احنا الاتحاد اللجنه الاولمبيه لا تقفل بقى، لان الاتحاد كره القدم تابع للجنه الاولمبيه. أيوة فلا بد ان ينطبق عليه شروط مين؟ قانون الرياضه المصري، انه كل انتخابات وكل شيء يتم تبع مين؟ تبع قانون الرياضه. ما تخرجش عن الدائره دي. وده اتبعت في خطاب رسمي للفيفا وتقال لهم الكلام ده بد من احترام قانون البلد. يعني عايز اقول لك ايه، هناك صراع من جبهتين. فردا على تسريب هذا الخطاب ارمي لك الورقه دي، فين الكؤوس؟ ايوه بس الخطاب اللي اتباع، ما انا بكلمك يعني انت عشان سربت ده طبعا. فين الكؤوس؟ ده الكلام البتاعه، فين الكؤوس؟ طب هم كاس واحد؟ لا ده 24 كاس. 24 كاس وميداليات ودروع خيريه وتيشيرت المنتخب تطوره على مدار في حاجات كتيره تم جردها في مصيبه. عشان كده لما حصل تم اللجنه جردت بتاعت لجنه وزاره الرياضه تم تحويل الموضوع للنائب العام على طول. طب ده هو على فكره السؤال، وتحويل النائب العام ونبقى حال الامر نيابه الاموال العامه، رغم انه دلوقتي كمان ايه محاول الزج ناس موظفين داخل الاتحاد تحمله المسؤوليه. اعتقد الامر لا في لبس فيه. يعني عاوز اقول لك حاجه، ده فصل جديد من فصول اللي هيبقى عليها كلام في الايام اللي جايه دي، يعني كله هيترقب وهينتظر قرار النيابه العامه. ده تحليل اللي انا بقول لك، ده تحليل الشارع. شارع الجبلايه يعني ايه؟ خمسة ده المعلومات خمسة شهر. ده ايه؟ يعني ده تحليل اللي هو ايه؟ الكلام اللي بيتقال. يعني انت انت يعني ايه؟ دخلتني ممكن يكون دخلك في دي. انا بكلمك، انا بقول لك ايه؟ ده نوع من انواع ايه؟ الصراع. عملت كده هرد عليك بكده. طب خلاص انا بس انا كده ايه؟ خلاص ما دام انت عملت كده فانا خلاص بقى انا بقول لك اهو، ده انا هعملك، ده انا مش هخليك تخش انتخابات خالص اصلا. طب بعيد عن الصراع ده برضو خلينا نتكلم، انا وهخرج نفسي من الصراعات، هتكلم كواحد من الشارع، واحد بيحب مصر. يعني خلينا من علامه الاستفهام ليه في الوقت ده؟ ازاي؟ ازاي؟ ما هو كلمه، ما هو هو ازاي؟ يعني السؤال الاكبر دلوقتي، ماشي احنا عرفنا في صراع والموضوع ده ممكن يكون في الوقت ده عشان يعني حاجات وصراع انتخابي، ده ماشي. لكن السؤال الاكبر، ازاي يتم حاجه زي ديت ويعني سوري في او اسف في اللفظ
هل قمه الاهمال لدرجه ان الكؤوس تختفي وحضرتك بتتكلم على تيشرتات على مر العصور ميداليات وكده وميداليات ودروع يعني ازاي ازاي طيب هو حضرتك سؤال برضو هنسال سؤال برضو مش المفروض بيبقى في لجان جرد كل سنه طبيعي طيب اللجان الجرد بتديكي من فين في وزاره الرياضه ده ما فيش لجان جرد ده ما فيش مستندات بتثبت ايه الموجود في المخازن مفيش حاجه ازاي طيب سؤال لما استلمت اللجنه الخماسيه اتحاد الكوره مش المفروض كانت تستلم بمحضر يعني لما تيجي انا دلوقتي حضرتك تيجي تسلمني طبعا تيجي تسلمني المكان ده طبعا اقول لحضرتك لو سمحت المكان ده لي هنا المفروض او انا هعمل ايه لا انا كراجل اللي هستلم لو سمحت سلمني كم شاشه كم كذا كم كذا لا هبص في نفسي وجيب معايا ناس راجع يا عم اثبت لي كل الحاجات دي عشان ايه طبعا. انا هسلمها للي بعدي انا راجل قاعد سنه قاعد اتنين لما اجي امشي من هنا بقول لك دي عهدتك اتفضل امضي هنا هل فعلا اللجنه الخماسيه لما استلمت بمحضر رسمي تم اثبات فيه كل الموجود دي كلها اسئله ما انا بقول لك دي كلها أسئلة. ما دي كلها اسئله ايه مطروحه بتحتاج اجابات طب لو كانت استلم وطلع قال لا ده انا ما استلمتش محدش سلمني احنا استلمنا كده وخلاص لا طب ما انا بالنسبه لي انت مضيت على ورقه انك استلمت هل مضيت على ورقه فيها الحاجات دي موجوده طب هل الحاجات دي بتصب في المخازن ولا تتعمل لها مش عاوز اقول نتعمل لها متحف ده تاريخ تاريخ لا يقدر بثمن ده في حاجات بيقول لك لا تقدر بثمن طبعا حتى ان اتحاد افريقيا عمل تويتر في الكلام ده بيقول احنا عاوزين نساعد ونشوف ايه الموقف رغم ان الكلام ايه انه دي كؤوس يعني دي يعني مش ذهب يعني ده يعني حاجات كده رمزيه يعني لكن قيمتها فين قيمتها في الحدث نفسه والفوز بيها ولا الكلام ده راح فين طب مين خده ما بقى ما هو ده كلام ما هو ده كلام ايه اعتقد هتبقى في مفاجات واعتقد انه هتبقى في وفي ناس ممكن تبقى ضحايا للموضوع ده مش هيبقى لهم ذنب هيروحوا يعني كبش فداء للكلام ده لكن اعتقد الحقيقه هتظهر ان شاء الله احنا نتمنى ان شاء الله الحقيقه تظهر رجعك تاني للجانب الفني شويه والجانب الفني بمعنى اصح في سلبيات كتيره جدا بتمر بيها عامه الجو العام الرياضي في مصر ومنها تابعت اكيد موضوع تغيير المدربين كمان الكابتن احمد سامي بعد ما كان موجود في طنطا لا بعد 3 ايام او 5 ايام من توليه المسؤوليه يمكن لعب مباراتين بس في خلال 6 ايام بعديها 3 ايام هو ده ما لعبش ولا لعب مباراه اعتقد لعب مباراه واحده خسرها يعني وراح بعديها بعد 3 ايام لنادي سموحه كنا بنتكلم في الملف ده وتغيير المدربين في لسه كنا الاسبوع اللي فات او من 10 ايام بنتكلم ان الامور بقت صعبه جدا لكن توصل لدرجه هذه الكراسي الموسيقيه ان المدربين بينتقلوا من هنا لهنا لهنا دي عمليه انا مش فاهمها وعلى مستوى كمان يعني الاداره في مدير فني بيعمل روتيشن من بره روتيشن المفروض على اللعيبه بس يعني هندخل كمان روتيشن على المدربين طب هو حضرتك مش قال لك مش الطلب ان اتحاد الكوره يحط في اللائحه او يعمل قرار من عنده بان المدرب اذا تولى تدريب فريق لا يجوز له تدريب الا فريق ما يعني ما يعني فريق اخر مره ثانيه وبعد كده خلاص الموضوع ده ستوب ولا المساله مش بيت اكل عيش وحسب ما تيجي يعني ما هو طنطا مشى ايمن زين وايمن زين هو اللي صعد معاهم وعمل معاهم نتائج سوء الحظ مشوه جابوا ايه كابتن محمد صلاح لعب مباراه هو اثنين مشي وبعد كده كابتن احمد سامي لعب مباراه ومشي في الاخر رجع مين ايمن هنا تاني. مصير المدربين بيبقى فين في اقدام اللعيبه يعني ايه يعني اقدام اللعيبه والتوفيق وعدم التوفيق في المباراه لا يا استاذ محمود انا يعني طلع اللعيبه من الموضوع انا بتكلم على لا ده انا بتكلم النظام يعني انا بتكلم على جزئيه التوفيق عنه في المباريات بتحط وفي مدربين سبحان الله بتبقى ايه مساله ارزاق وتوفيق وعدم توفيق لكن المساله دي يعني الموقف اللي عمله احمد سامي بعيد عن هو سب طنطا ومشي وبعد هم اختاروه وادوا الثقه برضه يعني قرار غريب حتى لو رحت طنطا واكتشفت انه الامكانيات والظروف صعبه عليك وافقت ليه من الاول يعني لا هو يعني مع احترامي طبعا يعني برضه تتحسب عليك يعني انت مش عارف تتحاسب عليها برضه يعني ايه مش عارف امكانيات ما انت رايح اكيد رحت واتكلمت مع الناس وانت متابع الدوري بشكل كويس وعارف امكانيات المكان اللي انت رايحه فحتى الرساله اللي قالها لا اصل انا فوجئت بالامكانيات ده يعني عذر او اقبح من ذنب قرار لا قرار احترامي طبعا للكابتن احمد لا بص يعني هو قرار لا ما كنتش اتوقع من انه يعمل كده وكان يقدر يكمل مع الفرقه ويؤدي اللي هو مطلوب منه لكن مساله تتركها على طول عشان تليفون جالك يعني لا امر ما يحصلش وبعدين المفروض
اتحاد الكوره اعتقد في لائحه جديده هيبقى في قرار زي كده، هو قرار اتاخر بامانه شديده، المفروض محتاج وقفه. ثانيا انت بص عدد المدربين اللي عندك وقول لي، تعال حاسب، تعال حاسب المدربين ومين اللي بيطور نفسه، مين اللي بياخد دورات، ومين يعني الكلام برضو. ما تلقاش مثلا مدرب عامل ستوب كده مع نفسه وسافر بره او يروح يعمل كذا او الكلام ده، يعني ايه كان المساله يعني داخله في اكل عيش وخلص. انا بتكلم نفسك. انا بتكلم ما فيش قوانين، ويمكن المعلومه قانون اللي عندي قانون ولا المعلومه اللي عندي ان الكابتن يعني معلومه مؤكده ان الكابتن احمد سامي كان مخلص اتفاقه مع سموحه قبل مباراه الانتاج وطنطا. يعني تخيل ان هو اوريدي متفق مع سموحه ومخلص معاه الموضوع قبل مباراه الانتاج وطنطا. يعني وكيله انور شلوفه كان متفق مع المهندس فرج عامر وخلصوا الموضوع، الكلام ده كله قبل المباراه. فانا بتكلم يعني كل التحفظ على كل اللي بيحصل ده، لكن انت لو عندك قوانين ولو في لو لائحه محطوطه للمدربين اعتقد ما فيش مدرب يجرؤ ان يعمل الكلام ده. فاحنا نرجع تاني انك لازم تحط لوائح بالنسبه للانتقال، زي ما بنتكلم على انتقال اللعيبه لازم يكون في لوائح لانتقال المدربين. الموضوع التاني ان كمان خلي بالك موضوع عقود المدربين نفسها، يعني عقود مفيش حد بيعمل عقود يا ما ازاي ما فيش غير الاجانب، ما توثيق العقود ديت ما فيش. طب انا بسالك سؤال، ازاي لك العقد كده كلمه يا كابتن هاني وانت راجل يعني مش من بره، انت من هنا انا بكلمك اهو بيشتغل من غير عقد، ده بيشغل كده وخلاص، ولما تيجي الدنيا تزن يقول لك عملنا عقد، يقول لك طب حطينا شرط جزائي، لا طب حطينا، طب اديني فلوسي، طب امشي وان شاء الله ربنا يفرجها وبنبعت لك المبلغ. في كده مدربين، ما هو في يعني زي مشكله ايمانويل اومنيكي مع المقص، خلاص مش عارفه تتحل. طب الراجل اشتغل وماشي وما خدش مرتب، دول مرتبه يعني حتى يعني ماشي. وعلى فكره الكلام اللي بتقوله يعني في جزء كبير من الصح، لان كابتن احمد سامي ما مضاش عقود مع طنطا. ما انا بكلمك ما فيش، ما مضاش عقد، وقال لك لا مش هاخد فلوس. لو عارف لو مضى عقد كان هيفكر مليون مره، ما مضاش عقد. انا بكلمك اهو، هو جاي استمر، اهم حاجه ان انا عاوزين نكسب ماتشين عشان نشد والحاج فايز عريب عاوز يطلع من الموقف. طنطا رجعت بعد الكورونا مش يعني كانت عامله عروض يعني كويسه، لكن الاداء والنتائج في سوء حظ او في عدم توفيق. فلكن هنا انا جبت مدرب، ما يلا شد حيلك وامشي يا عم الحاج وربنا يوفقك، ماشيه كده. ما فيش ايه يعني، عاوز اقول لك ايه المفروض هنا يتم الكلام ده، العمليه دي والعلاقه دي تحكمها، المفروض يحكمها القانون وتحكمها لائحه صريحه في اتحاد الكوره. انت مجرد ما جبت مدرب بتعمل معاه، طيب عملت معاه عقد، هو الخوف من ايه؟ عملت معاه في شرط جزائي عليا وعليك، لو انا مثلا نتائجك ما حققتش المامول هاجي اقول لك تعالى مع السلامه هغيرك، هتقول لي طب هات اديني مرتب 3 شهور موجود في العقد، انا خايف من ايه؟ هو كل واحد خايف من ايه؟ من فتعالى نمشي كده ولو حصل بينا وما بعد. لكن ده يجوز؟ لا يجوز، ده ينم على انه ايه؟ لا في التزام ولا ده بقى في تطوير ولا ده هدف. يعني ايه بضرب عندي ماتش مع فرقه وانا متفق معايا ان انا بعد الماتش امشي؟ لا وخلي بالك هو ما خدش فلوس برضو علشان انا بكلم يعني ما مش هاخد فلوس، قال له ما تاخدش فلوس عشان لو خدت فلوس هتبقى يعني مشكله بالنسبه انا مش عايز اخش في الديتيل ده قوي لان كل واحد وليه شخصيته، لكن انا بتكلم على سبيل المثال مثلا في اوروبا او في الدوري الانجليزي او الدوري الالماني، انت لو عملت لازم انا عامل عقد مع مدرب حاجه، انا المدرب ده هيمشي في نص السيزون، لازم النادي مش هيدفع له بس الشرط الجزائي، لا ده بيدفع له كامل عقده يعني لمده العقد كاملا. يعني انت بتتكلم انا عامل عقد 3 سنين، وعلى فكره ده مع اللعيبه عشان تكون عارف برضه بعض عقود اللعيبه، انا لو عامل عقد مع هاني رمزي لمده 3 سنين بمبلغ كذا وجي النادي قال لي انا مش عايزك، انا اقول له اديني بقيه عقدي، اديني بقيه عقدي. طبعا ما انت لو نهيت العقد تاخذ يعني لا اصل هنا برضه في مصر يقول لك انت هتمشي وخلاص وهتعمل عقد مع نادي تاني. المدربين عامل عقد بسنتين مشيت زائد الشرط الجزائي، انت اجباري عليك كنادي انك تدفع له بقيه عقده، دي ما فيهاش اوبشن. يعني دي ما يعني ما تقولش اصلا انا حطيت له شرط جزائي، لا يا استاذ انت ماضي عقدي مع اكس من المدربين لمده سنتين، العقد اجباري لازم يكون فيه، لو مشيته خلال سنه كده كده هتدفع له بقيه السنه الثانيه. اه طبعا بلس طبعا كمان لو في شرط جزائي، في شرط جزائي ده بالاضافه اليه كمان. انت بتتكلم مورينيو برضو خرج بمبلغ اعتقد 45 مليون يورو لما حصل، احنا عندنا الكلام ده، فانا بقول لك لازم ده المفروض يبقى، ده المفروض بيبقى ايه موجود. انت عندك كام مدرب بيدور فيهم فلك الدوري المصري؟ 15 20 15. مين المدربين الوجوه الجديده اللي دخلت الكيري؟
يعني في احمد كشري بس يعني أحمد يعني كشري. في عبد الحميد بسيوني مش هنقول عماد النحاس لكن عماد النحاس السنه اللي فاتت انت بتتكلم احمد سامي في علي ماهر دلوقتي موجود انت بتتكلم على كمان في طبعا لخبطه في نادي الاسماعيلي كان في ادهم صالح دار وبعدين موجود دلوقتي كابتن احمد العجوز وبعدين هيمشي هيجي ريكاردو يعني انت بتتكلم في اسماء كتير احنا مش هنقدر نقول عدد المدربين اللي مشوا قد ايه احنا عايزه احصائيه كبيره جدا بعلامه استفهام كبيره يعني. طيب تطوير المدربين دول مسؤوليه المدرب نفسه ولا مسؤوليه اتحاد الكوره؟ تطوير المدربين انا هتكلم اللي انا عشته بره في اوروبا تطوير التطوير نفسه على مستوى المدرب وعلى مستوى الاتحاد اللي بيدير انك انت كمان انت عندك جزئيه تطوير اللعيبه والقطاعات الناشئين ده جزء وكمان تطوير المدرب المحلي اللي هو صاحب البلد هناك في المانيا بيتعمل كونفرنس مهم جدا الاتحاد الالماني بيعمل دورات تدريبيه للمدربين بشكل كويس انت بتتكلم على التراخيص العاليه جدا المستوى على مستوى ومش غريب عليك انك مش بي وسي لا انت بتتكلم على البرو والليفل بشكل احترافي بتتكلم عن دلوقتي على ثلاث مدربين من المانيا كانوا موجودين في نصف النهائي للتشامبيونز ليج فتطوير المدرب بيقع على اكيد جزء منه على اتحاد الكوره وجزء منه كمان على المدرب نفسه انه يطور نفسه بشكل او باخر انه دايما بيطلع على كل جديد انه بيحاول بقدر الامكان انه ياخد لايسنس محترمه بتساعده في شغله. انت معايا يا كابتن انه في ناس مدربين بيعرفوا يتكلموا في الكوره كويس قوي لكن على ارض الواقع ما فيش. طبيعي كتير صح كتير في كتير مظبوط صح يعني لما يجي يتكلم صحيح ويحلل 10 وتبهر وتصاب بالانبهار في الكلام لكن في التطبيق حاجه ثانيه لانه دي تبقى خبرات وشغل وتحمل مسؤوليات وتالنت موهبه وموهبه وقدره وتعلم وذاكر واجتهد وراح قعد مع هاني رمزي في المانيا وقعد مع فلان في مش عارف في فرنسا شاف مين ودور على دوره هنا وراح شاف مين المدربين الكبار في الوطن العربي يتعلم منهم وياخد خبر يعني في واحد عاوز يطور نفسه اكيد في النهايه لما يكافح هيصل لايه؟ للي هو عايزه. وفي ناس بتكتفي خلاص كده زي ما تمشي اكل عيش يلا يا عم هنا في الحته الفلانيه يلا يا عم في الحته الفلانيه والنتيجه المحصله ايه؟ عمل نتيجه في مباراتين في ثلاثه لكن عمره ما يصل لتحقيق ايه؟ بطوله لان مدرب البطوله بتبقى له حسابات ثانيه بتبقى حسابات وقدره نادي ولعيبه وجمهور وشيء لكن برضه قدره المدرب اللي بتقعد تتفرج على فرقه بتشوف قدره المدرب من تحركات اللعيبه في الملعب من الجمل اللي بتتعمل ماشي من الشغل من التركيبات الهجوميه بتتعمل من الشغل الدفاعي من التنوع اللعب ده بيديك يقول لك لا ده راجل فاهم عنده مدرسه وبيطبقها عنده حاجه بيقولها في الملعب ده بيقول لك عنده حاجه بينفذها بيشوف بيعمل الكره الثابته ازاي شوف الكورنر بتعمل ازاي ده برده ده نتيجه جهد ما بيجيش بين يوم وليله انت عندك زي ما احنا قلت لك عندنا مشكله عندنا ناس كويسه بس بتضيع نفسها في ان ايه في البحث عن لقمه العيش يعني امكانيات ربما تكون مش مساعده ان هو يطور نفسه او يروح في حته او بتاع فيه بيحاول على قدر المستطاع هنا كان المفروض اللي يحل هذه المشكله هو اتحاد الكوره لو اراد وقلنا في مرات عديده وقبل كده لازم يبقى عندك خريطه للمدربين حتى لما يجي حد يقول لك انا عاوز مدرب قول له خد فلان في الحته الفلانيه ما دي هتيجي عن طريق يا استاذ محمود ان الاداره الفنيه المدير الفني للاتحاد وانا دايما بقول بحاول انقل الخبرات اللي خدتها بره ان انا انقلها بلدي على سبيل المثال انت عندك لعيبه بتعتزل بتوصل لسن معين وكتير منهم جدا بيحب مجال التدريب. طيب انت كاتحاد كوره او مدير فني للاتحاد انت ممكن تعمل زي ما بنقول في اكاديمي لتطوير الناشئين لا انت عندك كمان حاجه اسمها اكاديمي لتطوير المدربين وتفريخ مدرب واعد ان اللعيبه اللي بتعتزل ديت عندها 35 سنه ايا كان وحابب انه يخش مجال التدريب يبقى في سيكشن في اتحاد الكوره عامل اكاديمي معينه الناس دي بتخش بتتعلم ولازم بالتعاون مع الكاف ان في لايسنس محطوطه انت اول ما بتخش بتاخد السي بشكل احترافي شويه بتاخده على منهج ان ده السي بتاهلك انك تدرب ولاد من سن مثلا 7 سنين ل 10 سنين وبتاخد البي بتقول لك انت ممكن تدرب من سن 10 سنين لغايه 16 سنه وبعدين بتاخد الاي اللي هي الاي كمان خلي بالك الاي انت مش من حقك تاخد الاي تدرب منتخبات انت الاي تدرب بيها الفريق يعني السكند ديفيشن وعندك البرو لايسنس اللي هي من حقك ان انت هتاخد الرخصه دي انك تدرب انديه الدوري الممتاز والمنتخبات انت لو عندك السلم دوت
فهتلاقي الناس لازم الاول تتعلم كويس، وهتلاقي نفس ان انت، انا دلوقتي عايز تشتغل مدرب، حضرتك فين الرخصه بتاعتك؟ على طول كده ده لازم الرخصة. الكلام ده لا معكش رخصه يبقى مش هينفع تشتغل. لا احنا مش عندنا رخصه. فعايزه شغل كتير. احنا بتوع الرخصه. عايز انا اطلع لك رخصه، اطلع لك رخصه ممكن. فاعتقد يعني ايه دي من الاماني ومن الاحلام اللي احنا نشوف نفسنا نشوفها، لانه عندنا ناس عندنا كوادر كويسه تنفع تبقى موجوده وعاوزه تتعلم وعاوزه تتشاف وعاوزه حد يحس بيها. الظروف صعبه عليها، مش عارفه توصل، مش عاوز يعني. في ناس كتير شباب يعني لعيبه ممكن يكون الاصابه حرمتهم من مكمله، هو عنده عقله كويس جدا، مفكر كويس جدا وعنده طموح. لعيبه بعتزلت بدري، ممكن يبقى عندها هدف بس مش لاقي الطريق. انت بيقعد يضطر يدخل في الاكاديميات ويدور على واسطه عشان يروح في الحته الفلانيه ويعمل مش عارف ايه عشان يوصل لمرحله، وفي الاخر ممكن ما يوصلش لحاجه الا ايه بقى اذا حد لقطه في الطريق كده. طب اقول لك حاجه غريبه. انا واخد اللايسنس هناك في المانيا، انت فاتحين اللايسن مش لعيبه الكره بس، ده في جزء مفتوح للناس اللي حاسه انها عندها تالنت في التدريب، فبتفتح كمان جزء سيكشن. يعني انا كان معايا في الكلاس في ناس يعني في لعيبه كره، لكن في ناس تانية ما لعبتش كره قبل كده لكن حاسه انها عندها تالنت انها ممكن تضيف حاجه ويبقى مدرب كويس. فده ده كمان باب مفتوح ليك، وممكن تعمل ده فيز يعني تعمله بفلوس. يعني انت لو بتتكلم هتكلف كتير او مش هتكلف كتير يا عم، ده انت لو فتحت باب دلوقتي تقول عندنا تطوير المدربين واللي عندهم تالنت للتدريب يقدموا، لان عندنا لايسنس مثلا سي اول مرحله. انت عارف كميه الناس اللي بتحب التدريب بعيد عن لعيبه الكوره؟ كتير، في كتير، كتير جدا. فانت هتستفيد ماديا، تاخد فيس كويس بالنسبه لها وتطور بيه، وده هتدخل يعني هتضخ كمان شريان جديد من المدربين. ممكن جدا يصادف يا عم لو طلع من كل ده مدرب كويس واحد في السنه، يبقى عندك مدرب كويس عنده 35 36 سنه زي ما بنشوف بره، يبقى ده مكسب ليك. ده انت لو عندك طلع ناشئ بس في السنه ولا اتنين يبقى انت القطاع بتاعك نجح. طبعا انت بتدور على حد يشيلك برضه، هيوفر عليك ويعني هيبقى عامل لك شغل من النادي، ويبقى الوضع مختلف. الامر ده يعني محتاج بامانه شديده. يعني اعتقد طبعا الكلام لجنه مستشفى تقدر تعمل الكلام ده، اي اتحاد جاي المفروض يبقى من الاولويات الحاجات اللي هي الموجوده الاساسيه اللي هو بيبني عليها، مش غير تطوير المسابقه يبقى برضه تطوير المدرب طبعا. يعني صناعه الانسان نفسه اللي بيصنع الكوره محتاج يتعلم، محتاج يتطور، محتاج يدرس، محتاج يذاكر، محتاج يجتهد. ربما تكتشف فيه واحد واثنين وثلاثة، ودول وعندك نواة لقدام، منتخبات ناشئين، منتخب أول، فرق تانية تستفيد، يبقى في تطوير وتنويع في الفكر. لكن البقاء على هذا الأمر في دايرة احنا بندير في 15 20 مدرب، هم مع كامل احترامي ليهم، ولا بيطوروا نفسهم والأمور ما دربش أهو قاعد، يطلع فين؟ يطلع بقى نجم في التحليل، ومن التحليل خلاص قاعد على الكرسي، ممكن يستمر فترة، ممكن في ناس تاخد فترة راحة بتفكر مع نفسيها، وممكن يروح يقول لها خلاص كده ستوب، انا عديت مرحله، لا انا عاوز ارجع تاني، انا عندي كذا، انا الفتره اللي فاتت دي خدتها مثلا في الاعلام، انا بذاكر، انا بطور نفسي، انا بجدد، انا بعمل. في ناس كده بتبقى عامله حاطه نفسها. انا إيه؟ انا دلوقتي سنه، انا هقف سنه، خلال السنه دي انا هروح اعمل معايشه في حته ثانيه. يعني زي مورينيو لما طلع من اسبانيا مثلا، قعد مثلا سنه عشان يتعلم الايطاليه، عشان يروح درب مش عارف انتر ميلان، خد قعد معاه سنتين، خد دوري ابطال اوروبا وكسر الدنيا، وكده رجع تاني، وبعد كده راح انجلترا. يعني عايز اقول لك ايه، في فترات انت ايه بتقف فيها هنا، كل واحد عامل لنفسه يعني خطه ماشي عليها بينفذها، بياخد مرحله وبيشوف نفسه بيقيس قدراته وصل لغايه فين، وبياخد مرحله تانية عنده طموح ان هو يبقى في يوم مدرب في حته الفلانيه، فبيقعد يذاكر. ممكن انا ما اشوفوش، لكن ممكن هو عنده المقدره دي، بيشتغل ويذاكر ويدرب في النهار وبيقعد دورات وبيروح مش عارف ايه، وبعد كده خطوه فجاه تلاقيه بره، غاب لك سنه ورجع بشكل مختلف. يعني عاوز اقول لك ايه، هنا في شغل، لكن الوضع هنا اعتقد لسه قدام شويه. واعتقد من الحاجات اللي كانت المفروض تحظى بالاهتمام والنشاط انك انت الشغل ده كان يبقى معمول زي اكاديميه الحكام، كان في اكاديميه للمدربين، واجيب ناس كبيره حتى لو مش هطلعهم بره، هجيب ناس على قيمه وقدر واجيبهم هنا، واقول للناس يا جماعه معلش انا مثلا قدرتي هساعد ب 50% و 50% عليكم بس احنا جايبين سين سين صاد ماشي، الراجل ده يقعد معانا اسبوع هيعمل هيدينا 1 2 3 4 يعلمنا كذا كذا، واحد متميز في صناعه المواهب والناشئين والتفتيش عليها، قاعد اجيبه عشان يعلمني ويطورني، مش عيب. لكن ده المساله، لا الامور بعيده يا كابتن هاني،
ويعني ماشيه بستر ربنا. لا ان شاء الله يعني احنا دورنا والله يا استاذ محمود وحضرتك معانا وضيوفنا ان احنا بنحاول نطرح افكار وبنحاول نقول، ودايما انا بحاول انقل الخبرات، انا ما بقلبش حاجه من عندي، انا بجيب الخبرات اللي انا عشتها بره بحاول تبقى موجوده في بلدي، لان حاسس ان احنا عندنا الامكانيات وعندنا المواهب، عندنا مواهب على جميع المستويات، اذا كان تحكيم اذا كان لعيبه، على المستوى الاداري في لكن احنا بنفتح دايما طريق ونناقش المواضيع ديت ان شاء الله نوصل ليها لحلول قريبه ان شاء الله. طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، يعني كان برضو كالعاده كان حوار رائع مع حضرتك، بنشكرك وان شاء الله اكيد على لقاء تاني معانا هنا في البيت الكبير. سعيد ان انا معاك ونستمتع، والساده المشاهدين ان شاء الله يا رب تكون حاجه مفيده. لا حاجه مشرفه. شكرا ليك. شكرا ليك. فاصل ونرجع مع طبعا الفقره الاخيره مع طبعا المهندس شريف حبيبي.